شهدت التظاهرات الأخيرة في باريس وغيرها من المدن ارتفاعاً ملحوظاً لأعمال العنف والفوضى، أمر استغربته رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، ولا سيما فيما يتعلق بممارسة هذا العنف بحضور نواب من اليسار المتطرف. صدمت من اندلاعي ومنسوب أعمال العنف، صدمت من سماع البعض يبرر ذلك حتى أنه يدعو للمزيد من الفوضى ووضع الشرطة والمحتجين في مواجهة بعضهما البعض. هذا غير لائق من قبل بعض ممثلي الجمهورية. هذا العنف الذي بدأ يعم باريس وكبريات المدن الفرنسية تخطى مستوى العنف الذي حصل خلال تظاهرات السترات الصفراء وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، بسبب ازدياد مشاركة ما يعرف بالفوضويين أو الراديكاليين من أقصى اليسار المتطرف أو أصحاب الزي الأسود، إضافة إلى ممارسات الشرطة باستخدام العنف المفرط. Il est très difficile quand on n'a pas d'image. بسبب عدم توفر الصور يصعب التعرف عليهم، لأنهم مقنعون ويرتدون القفازات ولديهم محامين جيدين كما لديهم الأموال. ارتفاع منسوب العنف بدأ يقلق المسؤولين بسبب صعوبة التعرف على هوية هؤلاء ومن يقف وراءهم، وهذا ما أشار إليه وزير الداخلية الفرنسي. هناك مجموعات أخطر من البلاك بلوك المعروفة في فرنسا، تأتي من ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا إلى الأراضي الفرنسية، وهذا ما أثبتته المعارك الأخيرة التي دارت في مدينة مارسيليا، وتم إلقاء القبض على العديد من هؤلاء ومنهم أيضا الروس. إزاء ذلك قررت وزارة الداخلية زيادة قدرات الشرطة التقنية عبر زيادة تزويدها بكاميرات مراقبة محمولة وعبر مسيرات وغيرها من الوسائل، في محاولة للحد من لجوء هذه المجموعات للعنف والتعرف على من سمتهم بالعناصر الفوضوية. استخدام العنف ولا سيما من قبل الشرطة الفرنسية دفع منظمات حقوق الإنسان مثل أمنستي والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتنديد بما وصفته بالاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة حتى ضد الصحفيين، كما قالت منظمة مراسلون بلا حدود. توني شمية، الحرة، باريس.